ثمة مؤشرات لخلافات عميقة تطغى على السطح في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. تحاول قسد اعتقال قيادي في دير الزور بعد يوم واحد من اجتماع ضم مكونات منها مع التحالف الدولي، دعا له رئيس المجلس العسكري في دير الزور لكسب ود العشائر العربية هناك وقلب الطاولة على اجتماع قبل أيام للعشائر العربية دعت إليه قبيلة العقيدات. مصادر محلية قالت إن وحدات من القوات الخاصة التابعة لقسد هاجمت قرية جديدة بقارة بريف دير الزور محاولة اعتقال القيادي في المجلس العسكري خليل الوحش، الأمر الذي تسبب في اشتباكات بين قوات موالية للوحش ساندها أهالي القرية لمنع القوات المهاجمة من اعتقاله، ما أدى لوقوع إصابات بين الطرفين تبعها مؤازرة من عشائر المنطقة لمنع أي محاولة اقتحام جديدة. ووفقا للمصادر المحلية فإن محاولة الاعتقال جاءت بعد اتهامات لقائد ما تطلق عليه الإدارة الذاتية إقليم دير الزور هافال لقمان محاولة تهميش العرب داخل قسد بحسب اتهامات وجهها له الوحش، الأمر الذي أثار مخاوف قسد من نفوذ محتمل للوحش في المرحلة الراهنة وما له من تبعات للتوتر المتزايد أصلا في المنطقة. التصعيد يأتي بعد أيام قليلة من اجتماع ضم العشائر العربية في منطقة شرق الفرات على خلفية مقتل أحد شيوخها هناك، رفعت خلالها القبائل صوتها محملة التحالف وقسد مسؤولية ما جرى، مطالبين بتسليم إدارة مناطق دير الزور الواقعة تحت سيطرة قسد لأصحابها وأن يأخذ المكون العربي دوره الكامل بعيداً عن أي وصاية حزبية لتحقيق الأمن والاستقرار وإبعاد قسد عن المشهد. التطورات الأخيرة شرق الفرات تشير إلى انقسامات كبيرة بين العرب أنفسهم وبين مكوناتهم داخل قسد، فهل هناك ما يثير تلك الخلافات؟ تقول قسد إن النظام وتنظيم الدولة وراء ما يجري، لكنها رواية لم تقنع الأهالي حتى الآن، ويبقى السؤال كيف سيحتوي التحالف الدولي زيادة السخونة في المنطقة؟ وأية حلول جذرية ستقدم للعشائر؟